بحر غزة، ملاذ المحاصرين الأخير، يعود متنفسا إلى العالم الخارجي مع نهاية نحو 3 أسابيع من تشديد الحصار. تنجح الجهود القطرية في التوصل إلى اتفاق تهدئة لإنهاء التصعيد بين الفصائل الفلسطينية في القطاع وإسرائيل. السفير القطري محمد العمادي أوضح أن الاتفاق يأتي لتجنيب أهالي غزة ويلات الحروب وتشديد الحصار، والسماح بدخول المساعدات القطرية والتمهيد لتنفيذ عدد من المشاريع تخدم أهالي غزة وتخفف من آثار الحصار. الاتفاق ينص على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وإدخال المحروقات لإعادة تشغيل محطة توليد الكهرباء. لهؤلاء الصيادين سيعني الاتفاق إعادة مسافة الصيد إلى 15 ميلا بحريا. إتمام الاتفاق جاء بعد اتصال هاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بعد جولة مكوكية من المحادثات قادها السفير العمادي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ارتدادات الاتفاق قد لا تكون هينة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، إذ سارع رئيس حزب إسرائيل بيتنا إلى انتقاده. القطاع المحاصر منذ نحو 14 عاما كان شهد قصفا إسرائيليا جويا وبريا شبه يومي منذ 6 أغسطس الماضي تزامنا مع تفشي وباء كورونا. أما اليوم فإن الاتفاق الجديد يفتح بابا في جدار الحصار بالسماح بإدخال مستلزمات طبية لمواجهة انتشار الجائحة.